هو حي دلوقتي يقدر يطلع يقول حد جه اعتدى عليه ولا حد عمل له حاجه. سام كنا بنلاعب كان بعد ماتش لبنان هنلاعب السودان اعتقد وفي التصفيات. سام في اول خمس دقايق والاتحاد الكوره قال لك لا انت ما عملتش حاجه وكرئيس البعثه وكابتن محسن ورئيس اتحاد الكوره ساعتها قال احنا كلنا نرضاك وانت اتظلمت واحنا عارفين الدنيا كانت متعامله ازاي ومفيش ايقاف بدليل ان لعب المباراه تمام اللي هي مباراه في التصفيات. فساعتها طبعا الناس اللي في بعض الاعلاميين اللي كان قلبها اسود سخن فازاي كالعاده مع اي حاجه مشكله ليا انا وحسام يعني. فحسام في اول 10 دقايق ولا خمس دقايق كره مشتركه الراجل دخل هنا فتح له المفروض ان اصابه وطلع من الماتش ومش هيقدر يروح يلعب الماتش اللي بعديه عشان الاصابه دي فتحت خياطه. فقال لك فرصه يبقى ناخد وش على حسام اتحاد الكوره والجهاز الفني اللي كان موجود كابتن محسن. اجتمع بينا رئيس الاتحاد ساعتها والمدير الفني وقالوا احنا في ضهرك واحنا عارفين ان ما حدش هيتاذي وما فيش حد هيتعمل عليه عقوبه. وبعد كده راح منزلين عاملين بيان ان بيقف حسام بعد ما اتعور. طب انت فين؟ ومحدش طلع قال لك طب انت ازاي عملت كنت عايز توقفه وازاي لعبت مباراه رسميه فاهمني؟ فطبعا فحسام اتصدم فيه. رغم ان هو احنا اللي تحيلنا برضو من ضمن الناس واللي عايشين موجودين كان الدكتور عبد المنعم عمار احنا طلبنا منه ان كان هو جاي مؤقت بعد الراجل ما مشي المدرب الهولندي. فقلنا لا احنا عايزين كابتن محسن يكمل معانا وعايزين مش عارف ايه واجتمعنا وراح موافقين ان كابتن محسن يكمل معاه يمسك المنتخب يكمل الفتره دي. وقفنا في ظهر ورحنا عنده البيت والكابتن كان عنده ظروف صعبه كابتن محسن كان فكان بيشكرنا ان بتاع وانتوا اللي هتشيلوا الفرقه وانتوا. بعد كده اتبعنا الثانيه فحسام راح خبط عليه طلعت والدته قال له انا ندمان ان انا اتمرنت معاه وكان محمود ابو الدهب موجود. والدته قالت اتفضل في الاول هو اللي فتحت اتفضل اتفضل يا اولاد اتفضل. قال لها بس عايزين نكلم كابتن محسن. قال له انا غلط انا ادمان ان انا اتمرنت معاه واحنا الاسانسير جنب الباب ونزلنا الاسانسير. طلعت قال لك مش عارف تهجموا على مين؟ قلت فين؟ انا بقول الحقيقه والراجل والراجل الصح الراجل اللي عنده ضمير يطلع يواجهني.